الله أكبر. خديجة، أمال فين حربي؟ هو كلمني امبارح وقال إنه جاي بكرة. أمال إيه اللي مكتوب على الهبابة دي؟ بيقولوا إنهم لقوا معاكي جنبلة. قال دي منظر واحدة تشيل بومبة عشان تعرف تشيل جنبلة؟ من قال لك يا ما تحت السواهي دواهي، تلاقيها لبستها لولدك وطلعت هي منها. انا بس شكوا فيا لان القنبله كانت جنبي، بس في واحد اعترف وهم وحبسوه. طب وحربي ما جاش معاك ليه وما اتصلش بينا تاني ليه؟ قال ان عنده شغل في مصر وهيجي بكره. نورتي بيتك يا خالتي. شكرا يا ابو. كلتي ولا اقوم احضر لك لقمه تاكليها؟ لا ماليش نفس، انا هطلع استريح. وحشتني موت موت. نسيت انك ما بتحبيش الكلمه دي. ولما انا ما بحبهاش بتقوليها ليه؟ حرام. صحيح هو حربي راجع؟ هو قال كده. اخوك اتغير قوي يا هنا من يوم حكايتي مع خالد وهو مش طايق يبص في وشي. هنا دي هي الوحيده اللي مهونه عليا اللي انا فيه. مسكين حب الدكتور الوحده الصحيه، والله يحرقه كامل بقى، فتن عليا وعليها. الدكتور خاف من اهلها، ساب لهم البلد ورجع بلده اسكندريه. ايه رحتي فين كل ده؟ بفكر في حل مشكلتك. طب ما احنا حليناها ازاي؟ كل يوم لما البيت بينام بنشيد ساعتين على النت. الله يبارك له اللي اختار على النت ده. طب ولو اتقفشت يا فلحه؟ ربك يستر، ده لو اتقفشت هروح فيها. بس بصراحه انا حاسه بالذنب، يعني كل ليله لولا وجعتي مع خالد كان زمانك انت وحربي زي السمنه على العسل. ما تحمليش نفسك فوق طاقتها، انا علاقتي بحربي بايظه من زمان. هتسامحيني لو قلتلك اني حاسه انك متغيره؟ طبيعي طبيعي اكون متغيره، انا اللي حصل لي مش شويه. انا عايزه اقولك ان انا حتى البيت حاسه اني ما شفتوش قبل كده. والنبي ما تزعلي نفسك، ده انت اختي وحبيبتي. طمنيني عملوا معاكي ايه في مصر؟ ده لما قريت الخبر على النت كنت هتجنن. ما عملوش اكتر من اللي انا قلته. الضابط لما شاف الشنطه جنبي شك فيا، ولما جريت شك فيا اكتر. طيب الحمد لله، اسيبك انا بقى ترتاحي، نتكلم بكره. الساعة 6 الصبح لازم أكون صاحي. ببدأ اليوم بقداس بعد ساعة 7 بالظبط. القداس بيخلص 9 الصبح. إذا ما كنتش صايمة بفطر. الحمد لله غالباً ببقى صايمة من 12 بالليل لحد 3 العصر. ما باكلش غير بقوليات، فول، عدس، كده يعني. بعدها بنزل الحضانة بتاعت الكنيسة أشتغل، أو لو عندي خدمة في الكنيسة أو بره الكنيسة بأدي. الساعة 2 الغدا لو ما كنتش صايمة. وإحنا على الغدا بنسمع سير الآباء عشان نستحضر حياتهم ونقتدي بأفعالهم. من 3 العصر لحد 5 فترة حرة، كل حد بيعمل اللي هو عايزه، يستريح يقرأ. وبعدين من 5 ل 9 بالليل فترة عمل تاني، إما رعاية عجزة أو تدريب القراءة. الساعة 9 بنتعشى كلنا سوا، وبعدين الساعة 10 بنصلي صلاة التسبيح. هي طويلة شوية، بتفضل لغاية الساعة 11:40 دقيقة. الساعة 12 بالدقيقة لازم أكون نايمة عشان أصحى وأنا فايقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم،
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. حماتي الحاجة تقريبا بتكره نفسها، هي وبنتها الكبيرة تحية زي بعض بالظبط، عكس هنا وصفاء. أنا دي وتحية هما تقريبا أصحاب الكلمة في البيت. طبعا هما متهميني إن أنا ما بخلفش وعايزين حربي يتجوز واحدة تانية. بابا الحاج كويس، بس لما طبع الصعيدة بيطلع عليه بيبقى متوحش وممكن يضرب بالرصاص. أكيد هتقابلي هناك أنجيل، ست غلبانة كانت بتيجي تعمل لي حنة وأحيانا كنت بديها الحق. وخلي بالك من صباح الشغالة، دايما بتلمع أكتر وودانها عاملة زي الرادار. رفعت عيناي إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماء والأرض. لا يدع رجلك تزل، لا ينعس، لا ينام. الرب يحفظك، الرب ستر لك، لا يؤذيك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. يحفظك الرب من كل سوء، يحفظ الرب نفسك، يحفظ الرب ذهابك. أكتر اتنين ممكن يكشفوكي هما مدام وداد اللي أنا بخدم عندها في البيت لأنها ذكية جدا، وبابا لمعي لأنه حافظني صم. أنصحك بلاش تروحي خدمة مدام وداد وتحججي بإنك تعبان. شغل الجمعية كمان تفاصيله كتير ممكن تغلطي فيه، عشان كده كلفي تسوني فيبي هي وإدوارد يدوروا الشغل بدالك في الفترة اللي انتي هتكوني فيها هناك. لو حصلت أي مشكلة ممكن تلجأي لأبونا إبراهيم، هو طيب جدا ولما يعرف الحقيقة ممكن يساعدك. ابعدي عن مريم خطيبة إدوارد لأنها تحب العمى وما تطقنيش. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا أمتك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بالذنب، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.